بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن الأمراض الفطرية اللي بتصيب البطاطس. البطاطس من المحاصيل اللي بتصاب بالأمراض الفطرية، سواء على المجموع الخضري أو على المجموع الجذري والدرنات. بالنسبة للأمراض اللي بتصيب المجموع الخضري، وأولها مرض الندوة المبكرة اللي هو حديثنا اليوم النهاردة إن شاء الله. الندوة المبكرة أو ما يسمى بالإيرلي بلايت أو ما يسمى باللفحة المبكرة اللي هو بيسببه فطر بسموه الألتلناريا سولاني. الفطر ده هو بتكمن خطورته يا جماعة بأن هو بينتقل عن طريق الهواء، مصدر العدوى الأساسي ليه الهواء، وقد يكون استخدام الدرنات غير سليمة في الزراعة. يعني نباتات أنت زرعت بطاطس وأخدت منها درنات عشان تزرعها وخزنتها في التلاجة، الدرنة دي أساسا غير سليمة، فبالتالي نقلت لك العدوى من المحصول السابق، أو يكون الأرض نفسها في التربة فيها الفطريات كامنة في التربة ما زالت من المحصول السابق، أو يكون الإصابة جاية لك عن إنك أنت ما زلتش بقايا عرش القديم. إذا فلذلك كل الحاجات دي هي من شأنها إن هي تسبب لك المرض. لو أنت زارع طماطم بجوار البطاطس هتسبب لك المرض. ليه؟ لان هم ولاد عم. لازم ولاد عم ازاي يا عم؟ ما هو البطاطس والطماطم دول ولاد عم، لان هم بيتبعوا عائله نباتيه بيسموها العائله الباذنجانيه، اللي هي منها البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل، كل دي بيتبع عيله واحده اسمها العائله الباذنجانيه. ودايما العيله يا جماعه عشان نبقى عارفين ومثقفين زراعيا، العيله النباتيه والله زي العيله بتاعت البني ادم بالظبط. تلاقي عيله كده فيها مرض مثلا السكر عالي فيها، ربنا يحفظنا جميعا، تلاقي السكر مثلا عالي في العيله دي كلها، تلاقي عندهم مرض، هي العيله كده كلها يعني تلاقي. فكذلك العائلات النباتيه يا جماعه، تمام؟ ساعات تلاقي عيله لها عيون مميزه كده، فتبص تلاقي عيل صغير فيهم، حتى لو انت غريب عن البلد بتقول له انت ابن عم فلان او انت من عيله فلان، ده طبيعي موجود عندنا في الريف يعني، تمام؟ فالعيله النباتيه هي نفس قصه العيله بتاعت البني ادمين. فالبطاطس والطماطم من عيله واحده، لو اتصابت ده هيتصاب ده، وخصوصا الندوه المبكره بتكون فيهم هما الاثنين بدون اي مشاكل. لذلك ابعد دايما البطاطس عن الطماطم، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، في يا جماعة بالنسبة للإصابة قد تحدث بتكون اكتر كمان لما بيكون عندنا مثلا جهاز بنروي بالسنترال بيفوت او الري المحوري، اللي هو برضه بتنتقل عن طريق المية اللي ساقطة من فوق وعن طريق الامطار، وبتنتقل وتشتد الإصابة قوي لما بيحدث موجات عبارة عن رياح محملة بالرمال والأتربة، اللي هي لما بتهب يا جماعة بتعمل لي خدوش على الأوراق. طب لما يحصل خدوش على الأوراق إيه اللي يحصل يا عمي؟ اللي بيحصل إن دي بتسهل، بتجرح الورقة. يعني إيه بتجرح الورقة؟ يعني بتسهل عملية دخول الفطر، لأن الفطر قد يكون موجود بس الظروف نفسها مش مهيئة. تهيأ له إمتى؟ لما تكون مثلا حصل رمال وأتربة ابتدت تعمل لي خدوش على الأوراق، مش كده وبس، تهيأ له امتى؟ لما تكون درجة الحرارة من 24 ل 30، الظروف مهيئة جدا للفطر بتاع الندوة المبكرة يشتغل. يكون ايه كمان؟ لما بيكون في على الأوراق في ماء حر، مية حرة، فبتبدأ الإصابة اللي كلنا عارفينها ومش محتاجة بقى نقوله، لا أصل هي بيبقى لون كلكم عارفينها قدامك، هي الإصابة مش عايز أتكلم فيها كتير يعني، تمام؟ دي القصة دي. طيب إن أو أو يعني ال ال إن أنا أحاول ما يدخلش عندي المرض إزاي؟ زي ما قلنا ما تزرعش البطاطس جنب الطماطم، الدرانات بتاعتك تكون سليمة، لو أنت زارع مكان صغير يبقى عندك مصدأ رياح عشان الرمال ما تجرح لك النباتات دهيا، ان الرطوبة عندك تكون بحساب، يعني المية تكون بحساب، فهم؟ كل الحاجات دهيت من شأنها ان هي تخفف لي من الإصابة. طيب عشان يا جماعة ما تجيليش إصابة برضو، المفروض إن أنا أرش وقائي. أرش وقائي بإيه؟ في كتير وعلى رأسهم أنا بقول لك الأكسوكلور النحاس، رش رشة، ورش الكبريت المكروني، ويا ريت يكون الإسباني. الإسباني ممتاز ممتاز ممتاز، ترش منه رشة وترش من الاكسكلور النحاس رشة، هتلاقي الأمور معاك زي الفل وتمام التمام. طيب بالنسبة يا جماعة
لو حصلت إصابة بقى ممكن ترش الروليكس والمولر والأكروبات النحاس، الأمستار، الريفاس، البليز، الأكروبات المنكوزيب، الفاكوميل، الانتراكول، الكيور بلس، كل الحاجات ده هي يا جماعة تنفع للرش بتاعت الندوة المبكرة لو الإصابة عندك ها خفيفة. طب لو الإصابة شديدة بقى، لا يا معلم تتوكل على الله وترش السكور 50 سنتي على 100 لتر مية، ترش سكور 50 سنتي على 100 لتر مية، ترش سكور 50 سنتي على 100 لتر مية، يعني نص في الألف بالمعنى الفلاحي خالص. والجماعة بس اللي ما عندهمش أو ما يعرفوش السكور، السكور المادة الفعالة اللي فيه دافينوكونازول دي موجودة حتى لو مش تحت اسم الكوميرشال نيم أو الاسم التجاري بتاع سكور، هتلاقيها في أي حاجة تانية أو داخلة في أي حاجة تانية، ودي طبعا الحمد لله بتجيب من الآخر بالنسبة للندوة المبكرة في البطاطس. يعني دي كانت معلومات بسيطة عنها وسهلة جدا نتعرف عليها، وهي أقل خطورة طبعا من الندوة اللي هي المتأخرة اللي هي طبعا مشاكلها جامدة جدا. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.